غادي نكتي اقتراح اخر ان شاء الله غندير لكم عصير. واخا نختموا بعصير من بعد هاد الاصناف ديال المملحات. عصير طبيعي الحال، انا ندير لكم جوج ولا واحد يلا ماشي مشكل، ناخذوا جوج العصائر. عندنا الاطرو ديال الحليب المعقد، الحليب المعقد راه اطرو منه، وغندير جوج ديال التفاحات وجوج ديال الافوكا وواحد ديال ياغورت كريمي اللي فيه زرق وابيض، واربعه ورق ديال النعناع. هادشي كله غنجمعو وغنزيدو عليه السكر حسب الذوق وغنطحنو، تيجي هائل يعني. هذوك ورقة النعناع تعطيهم واحد النكهة زوينة. غنمشي لك العصير الثاني. باناشي غنديرو جوج طرو ديال العصير ديال البرتقال، غنقصوه من الكفة ديالو، غنزيدو عليه بنانة وتفاحة وستات الحبات تاع الخيز وبوعيدة وحبة ديال لافوكا ونص كاس تاع العسل وكاس ديال الياغور تاع الحامض. والباباي اختياري، اللي كاي الا كان الباباي نديرو، ما كانش ماشي مشكل، كنشدو هادشي كله كنطحنوه ونقدروا نزينو، تجي خاطر هذا نقدروا نزينو بالخيز من الفوق. الصحة والراحة. الله يعطيك الصحة.